عليكم ورحمه الله متتبعي الكرام. اليوم غادي نقدم لكم وصفه ديال اللانشون او الكاشير او المرتديلا، صنع منزلي بدون مواد حافظه، كتجي لذيذه ورائعه، احسن من المحلات بطبيعه الحال. وبالنسبه للكاشير او المرتديلا، سبق لي حضرت جوج ديال لي فيديو ديال الوصفه، وحده فيها ديال صدر الدجاج، وكاين واحد باللحم البقري او اللحم المفروم. الان غنصيبوا ان شاء الله هذه الوصفه ديال المرتديلا العاديه. غنمروا المقادير والطريقه التحضير. اولا غادي نحتاجوا 100 غرام ديال الرز اللي سبق لي طهيته. انتما كتشوفوا الرز ديالنا مطهيه وكنسقطروه جيدا من الماء. عندي هنايا 125 غرام سميده رقيقه، او السميده اللي كنخدموا بها المويه. وعندي 3 ديال الحبات ديال البيض، 3 الحبات ديال الفروماج. بالنسبه للزيتون تيبقى اختياري. هنايا غادي نوضع الزيتون المقطع منزوع العظم، عندي الاسود والاخضر، وكيبقى الاختيار لكم. جوج فصوص او جوج حبات ديال الثوم مبشورين محكوكين. هنايا عندنا 80 مليلتر خليط او مزيج ما بين زيت الزيتون والزيت النباتيه، ما يعادل 8 سنتيلتر. غادي نحتاجوا الملح. هنا غادي ندير على حساب المكونات اللي عندي تقريبا ملعقه صغيره، انا ما تنديرش الملح بزاف. غادي نحتاجوا ايضا كاضافه خلطه ديال التوابل ديال الكفته. غادي ناخذ ملعقه صغيره غادي نضيفها باش تعطينا نكهه زوينه. غادي نحتاجوا الكولورون، ما بغيتوش كتستغناو عليه، كولورون باش يعطينا اللون الاحمر. هنا عندنا ملعقه ديال الهريسه اللي هي ايضا كتبقى اختياريه، انا بنبغي المذاق الحار، ملعقه صغيره ديال الهريسه او الحار. وهنايا عندي ملعقه ديال الكمون، نصف ملعقه سكينجبير او زنجبيل، نصف ملعقه ابزار، ونصف ملعقه قزبر يابس مطحون. وهنايا عندي اعشاب عطريه اللي غتزيدنا لذه ومذاق الكاشير او اللانشون ديالنا. الان ما بقى لينا غير نمروا للطريقه ديال التحضير. اول شيء غادي ناخذوا الاله ديالنا او خلاط كهربائي على حسب شنو عندكم. هنايا عندي ان غوبو كولينير، غادي نوضع فيه البيض ديالي، بطبيعه الحال نغسلو اولا. وضعت الحبات ديال البيض، نوضعو الان لي بورسيون دو فروماج او الوحدات ديال الفروماج. وغادي نضيفو اولا التوابل والزيت، ونطحنو هادشي جيدا. عاد غادي نضيفو الروز والسميد، نضيفو الزيت 80 مليلتر، مزيج ما بين زيت المائدة والزيت او زيت الطهي وزيت الزيتون. نضيفو الثوم، نضيفو الملح والاعشاب والتوابل. هذا توابل ديال الكفته، هنا غادي نديرو ملعقه صغيره، وبطبيعه الحال غادي نضيفو ملعقه كبيره من هاد الاعشاب العطريه تقريبا. وغادي نضيفو الملون الغذائي، كاين السائل وكاين اللي هكا برا، نوضعو منو القليل، ما نكتروش حتى نشوفو اللون اللي غنحصلو عليه يجي زهري. الان نبداو بمزج هاد العناصر اولا، عاد نبداو نضيفو في الروز وفي السميد الرقيق. الان غادي نبدا نضيف شيئا فشيء عبر الفتحه، او يمكن لينا نسميتو نفتحو ونعاودو نوضعو بهذا الشكل. هذا
نضيفو السميد ايضا ونبقاو على هذا الحل حتى نكملو كل شيء العناصر اللي عندنا ونحصلوا على خليط متماسك ومتجانس. الان من بعد ما تمسجوا جميع العناصر جيدا ما بقى لينا غير نمروا للمرحله الاخيره اللي غادي نوضعوه. لكان عندكم ديك الوعاء اللي كيتغطى وكيتسد اللي خاص بالكاشير كاين في الاحجام متوسط وفي الحجم الكبير كنعمروه بالحشوه او بهذا العجين اللي حصلنا عليه ديال الكاشير الخليط وكنوضعوه في الطنجره ديال الضغط لواحد المده. لكانت عندنا طنجره الضغط غادي نحطوه يطهى في الماء المدة ديال 20 دقيقة من بعد ما نغلقوا عليه بطبيعة الحال في الآنية ديالو ونسدوا عليه الطنجرة. لا كنا غنستعملوا غير الطنجرة العادية ما غادياش نتعداو 30 دقيقة. واللي بغى يبخروا أيضا يمكن ليه يديروا في الكسكاس أو البخارة الضوئية أيضا، ولاني في البخارة غيستغرق الوقت أطول غادي يستغرق تقريبا 40 حتى 45 دقيقة. الان غادي ناخذ السلوفان او الفيلم اليمونتيغ البلاستيك الغذائي غادي نوضعوه بهذا الشكل هذا. عفوا غادي نوضع اولا طبقه ديال القصدير او الالومنيوم بهذا الشكل هذا. وباش نيفيتيو انه يدخل لينا الماء غادي نوضعوا الطبقه الاولى ديال هذا البلاستيك الغذائي ونعاودوا نوضعوا الطبقه الثانيه من الفوق. احنا وضعنا الطبقه الاولى الان غادي نوضعوا الطبقه الثانيه. فوق من الطبقه الاولى نحاول اننا نجيبهم قادين هي نقطعوا بالمقص او السكين هكذا جيدا. وحنا يبقى لكم الاختيار بغيتو ديروا الشكل صغير ولا ديروا تقسموا على العديد ديروا ديكاشير صغيرين ولا ديروا كاشير كبير. انا غادي نبدا نوضعو انا غادي نقسمو على جوج كيف ما كتشوفوا. الان غادي نوضع القليل من الزيتون الاسود نوزعوه ومن الزيتون الاخضر ونبداو في اللف ديالو بهاد الشكل هدا وكنخليو واحد الفراغ. حنا كنلفو كل طرف بالعكس خليو شوية ديال الفراغ حيت مازال غادي تنتفخ السميدة ديالنا كيف ما كتشوفوه. هو نحاولوا اننا نسدوه من الاطراف هانتوما كتشوفوا بهذا الشكل من هنا بهذا الشكل هذا
يعني الحالة راح عنده فين يتنفس الآن، وغادي ناخدو الألومنيوم بالشكل، ونمشيها أيضا، وكنخليو أيضا شوية ديال الفراغ فين ينتفخ لينا هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفو. ها هو غنديرو نفس الطريقة في هاد الآونة هادي، طهيت الماء باش يكون عندنا الماء مغلي أو الماء الفاتر السخن جدا اللي غادي نطهيو فيه هاد الكاشير أو المرتديلا ديالنا، وغادي نوضعوهم يطهوا لمدة ديال 30 دقيقة، ونعاودو من بعد نخليوهم يبردو باش نشوفو النتيجة النهائية. ها هما جاهزين الآن، غادي نوضعوهم في الطنجرة اللي فيها الماء غلا جيدا. انتوما كتشوفوا انا وضعتهم في الماء الفاتر، هما الان الماء تيغطيهم، ماشي بالضروره يكون الماء عالي بزاف، اما غادي يغطيهم واحد شويه، وغادي نغطيو عليهم ونخليهم يطهوا المده ديال 30 دقيقه، ونرجعوا نشوفوا كيفاش. ها هو الكاشير ديالنا او المرتديلا المنزليه طهات، حيدتو من الالومنيوم وخليته كيبرد تقريبا الوقت الكافي. مهم انا خليته تقريبا واحد 3 ديال السوايع وهو تيبرد باش يشد في راسو. الان غادي نقطعو لكم باش تشوفوه كيفاش جا. كيف ما شفتوا انا صيبت جوج، واحد كبير وواحد صغير، غادي نقطعو ونشوفوا الشكل ديالو من الداخل. السلوفان شد عليه جيدا، هلا متماسك مزيان. حنا غنشوفو الان، قطعو يا بسم الله، انتوما كتشوفو الشكل. كيجي مزيان، ما مالحش، فيه جميع المذاقات زوينين. نتمنى تانتوما تجربوه ان شاء الله، ولا عجبتكم الوصفه ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيوها مع الاصدقاء، ابوناو في لاشين الا كنتو مازال ماشي ابوني، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد الاعمال ديالي.